السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس تعلم الرسم بالفحم. درس النهاردة هيكون حصري ومختلف جدا عن اي درس موجود على اليوتيوب، لاننا هنبدأ نظل البورتريه اللي قدامكم ده مع بعض من البداية لغاية ما نخلصه. قبل ما ابدأ في الشرح لازم افكركم، لان في ناس بتكبر دماغها يا جماعة، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك على الفيديو ده، لان ده بيدعمني ان انا اكمل معاكم. يا اما بقى لو لقيناها مش جايبة همها نسي نبطل رسم خالص ونروح نبيع بليلة بقى يا جماعة. بهزر طبعا يا جماعة، أنا سعيد جدا إن أنا بقدم لكم حاجة والله ممكن تكون بتفيدكم، ومش عايز منكم بس غير دعوة من قلبكم إن ربنا يصلح حالنا جميعا كده إن شاء الله. رغينا كتير بقى دلوقتي نخش في الشرح. مبدئيا لازم أعرفكم الأدوات اللي هستخدمها. أنا بستخدم فحم كونتيه لأن ده أكتر نوع أنا استرحت فيه في إلام الفحم أو في ماركات الفحم عموما. زي ما انتم شايفين انا بدأت ظللت العين الشمال، وطبعا هطبق زيها في العين اليمين، فانا اختصرت الوقت يعني. نفس اللي هعمله في اليمين انا عملته في الشمال اللي انا مظللها اوريدي. الدرس بالنسبه للشعر، الدرس اللي فات انا كنت شارح فيه رسم الشعر بالفحم، هي نفس الفكره، فانا حاولت على قد ما اقدر اختصر الخطوتين دول بحيث الفيديو ما يكونش طويل قوي معانا. زي ما احنا شايفين يا جماعه، انا اول حاجه ببدا اعملها طبعا ببري سن القلم الفحم، وده صعب، وقلت في فيديو برضه قبل كده ان انا ببري او افضل طريقه لبري سن القلم بتاع الفحم استخدام برية المكتب الكبيره، طبعا كلنا عارفينها لان هي بتديني الشكل اللي انتم شايفينه ده. اول حاجه بدات اعملها اللي انا بدات اظلل البؤبؤ بتاع العين. اشمعنى البؤبؤ بتاع العين؟ طبعا لان اسود منطقه في العين هي البؤبؤ ده، دايما بتكون هي اسود منطقه في العين، ودايما كده نتعود ما دام احنا شغالين فحم بنبدا بالاماكن الغامقه. ده التكنيك بتاعي اللي انا بشتغل بيه، ممكن يكون حد غيري بيشتغل بالتكنيك غير ده، لكن انا دلوقتي بشرح لكم بالطريقه اللي انا بشتغل بيها. بعد ما عملت بالقلم الفحم زي ما احنا شايفين، بدات اجيب قلم الدمج او قلم التسيح زي ما بيقولوا عندنا في مصر، وهبدا امشي على قلم الفحم بالراحه خالص لغايه ما يسيح معايا، بحيث ان انا لو سبته متكتل زي الاول كده ممكن لو ايدي لمسته او لطشته كده بيتسيح الدنيا خالص. طبعا احنا طول ما احنا شغالين بالفحم بنشتغل بحذر كبير جدا، لان في اختلاف كبير قوي بين الفحم وبين الرصاص. للناس اللي اول مره تشتغل بالفحم، الفحم في طبيعته بيطلع هباب كتير او بودر كتير، فممكن يبوظ لنا الدنيا. ودايما واحنا شغالين لو نلاحظ انا حاطط ورقه بيضه تحت ايدي بحيث ان ايدي ما تلمسش الرسمه، لان لو لمس الرسمه بيبقى لها مشكلتين. اول مشكله ان ممكن الزيت اللي في ايدي او العرق اللي في ايدي يبصم في الورقه، ودي تبقى مشكله لما باجي اظلل. تاني مشكله ان ايدي ممكن تيجي على التظليل اللي انا عملته فتبوظ الدنيا، يعني تسيح التظليل كله في بعضه. فالاضمن ان احنا لازم يكون تحت ايدينا طول ما احنا شغالين او طول ما احنا بنظلل ورقه بيضه زي ما احنا شايفين كده، او فايل شفاف بلاستيك بتاع الابحاث طبعا كلنا عارفينه، لان هو بيكون ناعم وكويس. نبدأ نعمل زوم كده شوية ونشوف التفاصيل اللي انا شغال فيها، او نشوف انا شغال في العين ازاي. زي ما احنا شايفين بكرر تاني، انا عملت المنطقة السوداء الاول، وبعد كده بقلم الدمج او بقلم التسيح بدأت اكمل المنطقة الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت. طبعا يا جماعة رسم العين في الاوردرات او رسم العين في اي بورتريه صغير يا دوب ما يزيدش عن، لو انا برسم مقاس عادي اللي هو 30 في 40 او 40 في 50 او سكتش ربع فرخ اللي هو العادي يعني، حجم العين كلها مش هيزيد عن سنتي او سنتي ونص زي ما احنا شايفين كده، فمش هيكون في التفاصيل المهوله اللي احنا بنشوفها في الصور الهايبر رياليزم والكلام ده كله، الا لو انا بقى بشتغل على مقاسات كبيره وبصور بجوده فول اتش دي، اللي هي لو انت عملت زوم جوه العين هيجيب لك الفتافيت اللي جوه. طبعا انما معظم الشغل اللي بيجي لنا بيبقى التفاصيل ممسوحه وما يعلم بها الا ربنا، فده بيعتمد على اجتهادك انت او دراستك انت. طول ما انت يعني ده بيجي من كتر الممارسه، طول ما انت ايدك متمرسه في الموضوع هتبدا لو في حاجه مختفيه معاك تبدا تجيبها من خيالك. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت في العين بالراحه. اول حاجه بعملها بحدد الخطوط الرئيسيه زي ما احنا شايفين، الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت والتانيه اللي فوق العين. بعد كده الخطوه اللي بعدها هبدا امسك فرشه الدمج اللي انا اتكلمت عنها في الدرس بتاع ادوات الفحم اللي فات، اللي ما شوفوش يقدر يشوفه من هنا. بالراحه باخد شويه باودر، وان شاء الله هعمل لكم درس ازاي او ايه انواع الباودر اللي ممكن نستخدمها، في كذا نوع ان شاء الله اشرح لكم ارخص واحسن نوع ممكن نحصل عليه. زي ما احنا شايفين انا باخد لحسه باودر بسن الفرشه بالراحه ببدا اظلل. في الرصاص طبعا لو عايزين نظلل مكان زي كده بنستخدم درجات زي الاتش بي او التو اتش وهكذا، هنا ما بنستخدمش درجات الرصاص خالص، بالعكس احنا الفرشه اللي في ايدينا ديت بنقدر ندرج بيها حسب حساسيه ايدينا، يعني كل ما كانت ايديك حساسه بتقدر تجيب بيها الغامق والفاتح، كل ما انت حصلت على نتائج كبيره جدا جدا وممتازه بالفحم، لان الفحم نتائجه او تدريجاته اكتر من تدريجات الرصاص بالمراحل من وجهه نظري. كل ما انا زودت طبقات كل ما انا غمقت معايا، كل ما انا خفيت ايدي وقللت الطبقات هتبقى افتح معايا.
طبعا انا رغيت كتير انا عارف، بس هو ده اللي لازم اقوله في درس زي ده، لان طبعا مش هتلاقوه موجود على اليوتيوب كتير. معظم اللي بيشتغلوا بيكون عين او مناخير او بق او اي حاجه، انما بورتري كامل صعب تلاقوه بشرح بالعربي. بعد ما عملنا الدرس يبقى لازم بقى نشرح بما يرضي الله. يعني زي ما احنا شايفين يا جماعه، هخش في المناخير دلوقتي. انا يا دوب انا طبعا لسه مخلصتش العين، بس انا عملت شكل مبدئي ليها، فببدا اخش في المناخير او في التظليل البشره اللي بين العين والمناخير. طبعا كل شغلي في البشره بالفرشه، محدش يغلط الغلطه الشنيعه ويستخدم قلم الفحم الخام في البشره، الا طبعا لو كانت بشره غامقه بقى. انما كده لو دخلت قلم الفحم وهو خام كده في البشره، طبعا هيسيب لي اثار ومش هقدر اسيحه خالص. بستخدم طبعا زي ما انتم شايفين، انا بغير شكل الفرشه او حجم الفرشه حسب المنطقه اللي انا شغال فيها. يعني الفرشة اللي أنا استخدمتها في العين كانت فرشة صغيرة جدا، الفرشة اللي أنا استخدمها في المناخير فرشة أكبر شوية، الفرشة اللي أنا بستخدمها دلوقتي ديت ودي برضه هعمل فيديو عنها إن شاء الله، لأن لسه عارفها قريب أو لسه عارفها جديد. الفرشة دي ممتازة جدا جدا جدا، شعرها ناعم جدا وخامتها ممتازة جدا، نقدر نستخدمها في الفحم بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده، بتساعدنا إن احنا ننشر اللون بسرعة أو بشكل أبسط في البورتريه. زي ما احنا شايفين، هو شغلنا كله في البشرة او في البورتريك كامل كده هيكون مجرد تسيح بالفرشة، مش اكتر من كده. يعني الموضوع مش صعب خالص، انا مش شايف فيه اي صعوبة. لو انت حتى لو انت مبتدئ او لسه اول مرة تشتغل فحم، ان انت تفضل تسيح بالفرشة كده مش شايف فيها اي صعوبة اطلاقا. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ انا هجيب الودانة. طبعا الودانة ممكن تستخدموها وممكن لأ، دي حسب رغبتكم. يعني ممكن بدل ما تستخدموا الودانة تستخدموا قلم الدمج، أو ممكن تستخدموا الفرشة الصغيرة، حسب من اللي انتوا عايزينه. كل حاجة متاحة. وأبدأ أحدد حجم الحاجب. يعني ايه حجم الحاجب؟ يعني بعمل سمك الحاجب بشكل مبدئي كده قبل طبعا ما أدخل القلم فيه. بفضل أشتغل، باخد باودر وبفضل أعمل سمك الحاجب بالراحة خالص، واخد بالي او اركز كويس قوي عشان الحاجب ما ينزلش او ما يقربش من العين، او العكس صحيح ان هو يبعد عن العين، طبعا هيغير ملامح الوش خالص. فكلما اخدت بالي او كل ما كنت مركز، كل ما كان البورتريه طالع معايا ممتاز. واعذروني تاني لو انا برغي كتير يا جماعه، بس هو ده لازم. يعني طبعا ما حدش اتفرج على ربع الفيديو ما كملش الباقي، يبقى هو كده ما استفادش اي حاجه. لازم تكمل الفيديو للاخر، وما تقلقوش انا مش هخليه يطول. انا هبدا اسرع من الخطوه دي، بس مش هسرع قوي، هخليه سريع شويه بحيث ان انتوا تاخدوا بالكم انا شغال ازاي. طبعا انا هنا استخدمت قلم رصاص بشكل بسيط خالص، يعني هو ده مش محبب في الفحم، بس انا استخدمته بشكل بسيط خالص كده، اللي انا بدات اعمل بيه اتجاه الشعر بتاع الحاجب. زي ما احنا شايفين كده كاني شغال في بورتريه رصاص عادي جدا، مفيش اي مشكله. هسرع شويه وتشوفوا الشكل هيكون عامل ازاي. زي ما احنا شايفين يا شباب، وزي ما قلت لكم انا خلصت التظليل بتاع الجبهه كلها او القوره زي ما بنقول بالفرشه، ما استخدمتش اي حاجه تانية. دلوقتي هبدا اكمل في شويه تظليل، يعني في الخد كده، وانشر الظل شويه بحيث ان انا باين مناطق الظل والضوء. هجري شويه ونشوف الشكل برضو. دلوقتي انا هبدا احدد المناخير كده، او احدد الفتحتين بتوع المناخير برضو، هستخدم القلم فيهم لان هما منطقتين سود خالص. اتفقنا ان احنا مش هنستخدم القلم في البشره او في البورتريه غير في المناطق السوداء زي الشعر، العين، الفتحه بتاعه المناخير، احيانا بيكون البق الشفايف. يعني ببدا اعمل الفتحتين بالراحه خالص بسن القلم. لازم طبعا يكون سن القلم مبري، لان القلم لو تخين مش هيجيب معايا الفتحتين بدقه، ممكن تبوظ مننا الشكل بتاع الفتحه. يعني ممكن اسيحهم بقلم الدمج او قلم التسيح،
او ممكن بالودانة، يعني في اكتر من طريقة بقى، كل واحد يستخدم الطريقة اللي تناسبه او اللي متعود عليها. مش شرط طبعا يا جماعة تطبقوا نفس الكلام اللي انا بقوله، انما المهم ان تكون الفكرة وصلت لكم، لان كل واحد بيكون في ادوات مناسبة ليه او في ادوات بيستريح ليها. مش شرط انا استريح الادوات اللي انت بتستخدمها او انت تستريح الادوات اللي انا بستخدمها، فتختلف من شخص للتاني. اهم حاجة عندنا ان الفكرة توصل ليكم وان شاء الله تستفادوا. يعني دلوقتي انا هبدأ اعمل الفتحة التانية بنفس اسلوب الفتحة الاولانية، هسرع شوية بحيث ان احنا برضو نلاحظ. يعني ببدأ دلوقتي اعمل المسافة او حتة العظمة اللي بين الفتحتين، الحتة الصغيرة دي ببدأ احط الظل اللي فيها بالراحة خالص باستخدام الودانة او الفرشة الصغيرة او قلم الدمج حسب ما انا عايز. هسرع شوية برضو نشوف. دلوقتي هرجع احط التفاصيل بتاعت عيني، التفاصيل الصغيرة اللي انا كنت سايبها من الاول. بعمل اضاءات، في ناس تحب تعمل اضاءة بالاستيكة، في ناس تحب تعملها بقلم الجل، ممكن نعملها بالسوفت باستل الابيض، في 100 طريقة ممكن نعمل بيها الاضاءات بتاعت العين. طبعا البورتريه اللي انا برسمه اصلا ما فيهوش رموش في الصورة، فانا ببدأ احط رموش من عندي. زي ما قلت لكم اللي انتوا في حاجات هتقابلوها في الاوردرات مش موجودة في الصورة، يعني الصورة بتكون مش كويسة، بتبدأ انت من كتر ممارستك وخبرتك بتبدأ تحط حاجات انت متعود عليها او انت عارفها. انا بدأت احط شوية رموش كده بحيث ان هي تدي لها منظر شوية، وهكمل بقى رسم العين بالطريقة اللي احنا عارفينها. طبعا كنت عامل درس عن العين ممكن نشوفه من اللينك ده، في كل التفاصيل او كل التفاصيل الصغيرة ممكن نبدأ نرسم بيها العين، يعني عشان ما نضيعش وقت فيها. دلوقتي يا جماعة بعد ما خلصنا الجزء اللي فات ده كله، ببدأ أعمل إضاءات في الشعر بحيث إن أنا أكون خلصت الجزء اللي فوق كله. بعملها بالأستيكة زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات بتاع رسم الشعر بالفحم، بعملها بالأستيكة بالراحة خالص كده، تكون أستيكة زيرو أو موني زيرو بحيث إن هما حجمهم بيكون صغير، بقدر أعمل بيه الخصل الخفيفة أو اللسعات الخفيفة الرفيعة. يعني ببدأ بالراحة أعمل نفس اللسعات اللي في الموبايل اللي في البورتريه اللي برسمه، يعني براحتي خالص ما بستعجلش، احاول على قد ما اقدر اجيب نفس الشبه المطلوب مني. كل ما انا تأنيت في الرسم كل ما ظهرت الرسم احسن واوضح. نسرع شوية ونشوف الخطوة اللي بعدها كده. بعد ما خلصنا الجزء اللي فوق كله وبإضاءات الشعر كلها، ببدأ دلوقتي أظبط أو أظلل الحتة اللي تحت المناخير اللي هي الشفة، ببدأ بقى أخش في البق. تكنيك البق ممكن يكون مختلف شوية بس سهل جدا 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 في الفحم، ممكن نعمله كذا طريقة. أول طريقة اللي احنا نعمله بالودانة، ودي برضو طريقة مضمونة جدا لأن الودانة بقدر أتحكم فيها، لأن الشفة بتكون دايما حجمها صغير، الشفة حجمها مش كبير، فبالتالي انا بحتاج حاجة دقيقة اشتغل بيها. ممكن اعملها بالودانة، ممكن اعملها بقلم الدمج، وممكن اعملها بالفرشة الصغيرة اللي هي اصغر مقاس اللي انا عملت بيه العين في الاول خالص. طبعا مش محتاج اتكلم كتير في رسم البق، زي ما احنا شايفين كل اللي انا بعمله انا باخد باودر وبدرج الشفة من غامق لفاتح، مش اكتر من كده. نفس اللي هعمله في الشفة اللي فوق هيتعمل في الشفة اللي تحت، مفيش اي اختلاف غير ان بس ممكن تكون الشفة اللي تحت افتح من الشفة اللي فوق بشوية، وطبعا دي هنتحكم فيها بدرجة الفحم اللي احنا بنحطها، يعني هنسرع شوية علشان نكسب وقت. دلوقتي
دلوقتي بقى يا شباب انا هجيب القلم الايد بي بلاك اللي هو اللي داخل فيه فحم اصلا، رصاص على فحم، وببدا اعمل الفرق اللي بين الشفتين. يعني دايما احنا لو جينا بصينا لاي بروتين هنلاقي الفرق بين الشفتين، بين الشف اللي فوق والشف اللي تحت لو هما مقفولين زي كده، بنلاقي الفرق اللي فيهم او الخط اللي بينهم دوت بيكون اسود، والخط ده عبارة عن ظل مش اكتر. يعني ما حدش يفتكر ان الخط ده خط في الشفتين، احنا لو فتحنا بقنا ما فيش خط اكيد يعني، انما الخط اللي بيكون موجود ده هو فرق بين مستويين، مستوى غطس لجوه ومستوى لبره. فالمستوى الغطس اللي جوه ده الضوء ما بيخشلوش، فبالتالي بيظهر لنا بالشكل الاسود اللي احنا شايفينه. ببدأ بالقلم كده امشي بيهم بحيث ان انا افصل بينهم ويظهر لنا شكل الشفتين. بعد ما خلصنا الشفتين يا جماعة هبدأ أمسك الفرشة وأعمل الظل اللي تحت أو البشرة اللي تحت البق بالفرشة زي ما احنا شايفين كده، نفس اللي احنا عملناه في القورة تحت وفي الخد فوق وفي الخدين، يعني مفيش أي اختلاف. أنا بس كل خطوة قبل ما أخش فيها بشرح لكم، وبعد كده بسرع الفيديو لأن هو طول دلوقتي ووصل ل20 دقيقة، فأنا هسرع شوية بحيث اللي هو إيه نختصر في الوقت. الخطوة دي هبدأ أرسم الودن يا جماعة. الودن ما فيهاش أي حاجة، ومن أسهل الحاجات اللي ممكن ترسمها في البورتري كله، لأن ما هي إلا خط وبتبدأ تدرجه من الغامق اللي فاتح زي ما احنا شايفين كده. ما فيهوش أي شرح ممكن أشرحه غير اللي أنتوا تشوفوا بس، أنا هسيب لكم الفيديو يشتغل شوية وتشوفوا أنا برسم الودن إزاي. وطبعا زي الودن ديت هي نفس الودن التانية، فهنشرح على ودن واحدة ونشوف الدنيا هتبقى عاملة إزاي معانا. دلوقتي هنيجي للشنب يا جماعة. طبعا اتفقنا، انا كنت راسم فيديو قبل كده للشنب والدقن بس بالرصاص، هي نفس التكنيك او نفس الفكرة اللي هنرسم بيها في الفحم. زي ما احنا شايفين بستخدم القلم، ببرسنه كويس جدا وبخليه رفيع، وكل اللي انا بعمله ان انا ببدأ اعمل نتشات صغيرة زي ما بعمل الرموش. كلنا طبعا عارفين شكل الرموش بيكون زي قوس صغير كده، الشنب بيكون فيه شكل او فيه تشابه كبير قوي بينه وبين الرموش. زي ما احنا شايفين عملت لكم زوم اهو كبير جدا بحيث ان تشوف التفاصيل الصغيره انا شغال فيها. ببدا بسن القلم بالراحه زي ما احنا شايفين، بلون بس مش اكتر من كده، شويه خطوط صغيره شكلها ممكن يكون مختلف، مش انسيابيه مع بعضها، ممكن تلاقوا شعرايه جاي يمين شعرايه جاي شمال وهكذا. بشتغل حسب الشكل اللي عندي طبعا، مش كل الشنب بيكون بتاع الرجاله بيكون شبه بعضه او الدقن بيكون شبه بعضها، لا بيكون في اختلاف حسب البروتين اللي انا شغال فيه. فدي ابسط طريقه ممكن نشتغل بيها. الاول طبعا بعمل البشره اللي تحت الشنب، وبعد كده ببدا اعمل الشعر اللي فوق. نفس اللي هعمله في الجنب ده هعمله في الجنب التاني، فنسرع شويه ونشوف كده. دلوقتي يا شباب بعد ما خلصنا الجزء اللي اشتغلنا فيه ده كله، بقينا بس حته صغيره تحت وهي الدقن. طب اعمل الدقن ازاي؟ الدقن بتتعمل بالقلم الفحم بس. طب ازاي؟ اول حاجه بعملها ببدا اعمل لون البشره اللي تحت الدقن زي ما احنا شايفين كده، لونت البشره كلها، لان في ناس بتغلط غلطه كبيره وبتبدا تعمل الدقن قبل ما تلون الجلد اللي تحت الدقن. طبعا انتوا فاهميني، اي حد عنده دقن هيعرف كلامي سواء ولاد او بنات، تمام؟ احنا لو مسكنا الدقن بتاعتنا كده او الجلد بتاعنا هنلاقي ان الدقن الشعر تحته جلد، طبيعي لازم اعمل لون الجلد وبعد كده اعمل فوق الشعر، مش هعمل الشعر ويطلع تحته مفيش جلد. طبعا دي غلطة كبيرة جدا بيقع فيها معظم الناس اللي لسه بادئين الرسم. طيب بشتغل ازاي بقلم الفحم؟ زي ما احنا شايفين كده ببرسنه وبخليه رفيع على قد ما اقدر، وببدأ اقلد اتجاهات الشعر الدقن اللي عندي في البورتريه اللي انا برسمه، لان طبعا دقن الرجاله بتكون مختلفه مش كلها شبه بعضها، في دقن قصيره زي كده، في دقن طويله، طبعا دي الدقن اللي لسه منبته اللي هي قصيره،
في بيكون شغلها بالتكنيك اللي انا شغال بيه كده، ببرسن قلم وببدا اعمل تلاتيش مختلفه، ما بخلاش منتظمه يعني، مش ماشيه في اتجاه واحد، ممكن شرطه تيجي يمين شرطه تيجي شمال وهكذا. طيب هل هي كده شكل الدقن؟ لا طبعا مش كده. تعالوا نبص الخطوه اللي هتيجي دلوقتي. بمسك الفرشه الرفيعه خالص، ببدا اسيح اللي انا عملته بالقلم الفحم زي ما احنا شايفين. وناخد بالنا لما بسيح بيحصل ايه في اللون. طبعا زي ما احنا شايفين اللون بيغمق خالص، يعني بيظهر لي بقى لون الشعرايه الطبيعي اللي هو اللون الاسود. وزي ما قلت لكم يا جماعه، بالنسبه للشعر والكلام دوت، القلم الكونتي ممتاز جدا في الحاجات دي، لان لما باجي اسيحه لونه بيغمق عكس القلم الماريس او خامات تانية كتيره يعني. لما باجي اسيحها بتبهت، بيرمي على اللون الاصفر، وده مش ما بيكونش مناسب لينا واحنا بنرسم يعني. زي ما احنا شايفين هبدا اظلل او ابدا اسيح الشرط اللي انا عملتها بالقلم الفحم بالراحه خالص، ونلاحظ الشكل اللي بيطلع معانا وانا بظلل. ما فيش اي مشكله، شغال براحتي خالص. بسيح بنفس اتجاهات الشعر اللي انا عملتها، يعني لو انا شغال بالطول بسيح بالطول، وهكذا شغال بالعرض بسيح بالعرض. كل ما الفرشه بتمشي على الخطوط اللي انا عملتها بتسود وبيظهر لي شكل جمالي اكتر بعد ما بسيح. تعالوا نجرب شويه كده ونشوف اخر الشعر هيكون ازاي. وصلنا لاخر مرحله يا شباب، بعد ما خلصنا الوش كله بالودن بالعينين بالمناخير بالبق، كل التفاصيل خلصناها. دلوقتي هبدا اشتغل في الرقبه. هستخدم تكنيك في الرقبه، نفس التكنيك اللي انا استخدمته في القوره فوق، لان هي منطقه كبيره. بستخدم الفرشه الكبيره بتاعه الفحم اللي انا بسيح بيها، وببدا اخد باودر من العلبه او من اي حاجه معايا، وببدا اسيح بيها الرقبه كده بشكل كيرفات، لان الرقبه زي ما احنا عارفين عباره عن اسطوانه. ببدأ أسيح طبقة فوق التانية فوق التالتة، ومقفش غير لما ألاقي إن خلاص جبت نفس الدرجة أو نفس اللون المطلوب مني. محدش يسيب الرقبة باهتة أو أي جزء في البورتريه باهت، لأنه طبيعة أو جمال البورتريه في درجات الغامق هي اللي بتظهر الدرجات الفاتحة. فكل ما كان البورتريه واخد حقه في الدرجات كل ما كان واقعي أكتر. هبدأ أكمل بنفس التكنيك دوت في الرقبة، أفضل أضيف طبقات من الفحم فوق بعضها. اي اضاءه عايز اعملها بعملها بلاستيك الفحم زي ما احنا شايفين كده بالراحه خالص. في فرق بين مستويين في الرقبه، في حته اضاءه صغيره كده بيضه فعملتها بلاستيك الفحم. هبدا اكمل تاني بدرجات الفحم فوق بعضها لغايه ما اوصل للطبقه او للدرجه اللي انا محتاجها. نسرع شويه ونشوف هتنتهي معانا ازاي. كل اللي بقى يا شباب اللي انا بفضل احط الطبقات الغامقه فوق بعضها لغايه ما اوصل لنفس الدرجه اللي عندي في الصوره اللي انا برسم منها. وبنفذ مناطق الظل اللي عندي كلها زي ما هي بالظبط، ما بسيبش حاجه باهته.
كل الخطوات اللي باقية ان انا بس بحط الدرجات مش اكتر. هسيبكم مع الفيديو للاخر، واتمنى يا رب تكون الشرح عجبكم واستفدتوا. استنونا في دروس كتيرة جاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.